انا عايز اكمل مع حضرتك بس كمان من طيب حضرة النبي ومن جمال حضرة النبي السماع. طبعا حضرة النبي كان يحب ان يسمع سيدنا حسان ويقول لسيدنا حسان قل وروح القدس تؤيد. ايه من الاناشيد حضرتك بتحب تسمعه ونسمعه من الشيخ محمود؟ ما شاء الله، هو المدرسة المصرية والمدرسة المشارقية كلها عظيمة، لا سيما في سيدي محمود وهو محمود. محمود فعله ومحمود قوله، ما قاله كله محمود صوته بإذن الله تعالى. فكل ما يقوله سيدي محمود هو محمود عليه بإذن الله تبارك وتعالى. بس أنا عارف إن في ثلاث مناطق في ليبيا. صحيح سيدي. حضرتك إيه عندنا الشرق اللي هي أبرقة، وعندنا طرابلس، وعندنا فزان اللي هي الجنوب. نعم. وتمتاز كل إقليم من هذه الأقاليم الثلاثة بمدرسة إنشادية فنية خاصة بها. يعني نسمع من الشيخ محمود أي نشيد حضرتك تحب تقوله؟ نسمع منه سيدي كنا بندردش قبل حرق سيدي فغلي دع جمال الوجه يظهر. يا سلام نعم تفضل. دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي الله. يا رب يا رب دايما نعيش في رضا الحبيب يا رب ولا يحرمنا ابدا. اللهم امين. طيب الله الانفاس لمحمود ما شاء الله.